صباح كله سعادة على حضراتكم وسرور، صباح احتفالات وبهجة. النهاردة بنتابع معاكم جولتنا الصحفية ليوم الجمعة، طبعا 7 يناير 2022، كمان 4 جماد آخر 1443 هجرية. في البداية عايزة أهنئ كل الشعب المصري مسلمين وأقباط بأعياد الميلاد المجيدة. طبعا كل الشعب المصري بيحتفل في جو من البهجة والسرور، والنهاردة الجمعة أجازة كمان، فده بيساعد أكتر على الخروج والفسح والاحتفالات الخاصة بالشعب المصري جميعا. خلينا نبدأ جولتنا الصحفية على طول للنهاردة من صدر جريدة الأخبار ومن صفحتها رقم 1. هقرأ على حضراتكم العنوان، بيقول: الرئيس يهنئ البابا توادروس وأقباط الخارج بعيد الميلاد. التفاصيل هنتابعها معاكم من الصفحة رقم 5. الرئيس السيسي بيصرح وبيقول: وحدتنا الوطنية ركيزتنا الرئيسية لمستقبل أفضل وغد مشرق. تماسك النسيج الوطني للشعب درعه الحامية وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته. ده كان العنوان من جريدة الأخبار. خلونا نقرب أكتر لجو الاحتفالات مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ينضم إلي عبر الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ خالد العسوي، الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ خالد. طيب هنتابع معاكم يعني الحين وصول الاتصال الهاتفي الخبر الثاني معانا في جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة من جريدة الأهرام وأيضا من صدر صفحتها الأولى. الخبر بيقول: السلام والإبداع والتنمية محاور شباب العالم الرابع. قضايا التغير المناخي والأمن المائي والطاقة تتصدر جلسات المنتدى. ده طبعا خبر مهم جدا، زي ما احنا بنتابع دايما وبننتظر منتدى شباب العالم، منتدى شباب العالم اللي منتظرين انعقاده بإذن الله، هيكون هو المنتدى الرابع. وطبعا من ضمن الأولويات اللي هيتم مناقشتها في هذا المنتدى هو محور السلام والإبداع والتنمية، دي محاور مهمة جدا طبعا، وقضايا التغير المناخي والأمن المائي والطاقة، كل دي قضايا مش بس بتهتم بيها مصر، كمان بيهتم بيها كل دول العالم، لأنه زي ما احنا بنتابع وبنشوف التغير المناخي بيأثر على كل دول العالم تأثير كبير، تأثير واضح جدا، وزي ما بنشوف في مصر أيضا المناخ يعني في اختلاف وتغير كبير جدا. طبعا كل هذه القضايا يجب حلها ويجب مناقشتها، وبالتالي طبعا مصر بيبقى على رأس أولوياتها هي القضايا الخاصة بالتغير المناخي والأمن المائي زي ما قلت لحضراتكم والطاقة، لأن دي قضايا بتهم العالم كله. طيب يعني ده كان الخبر اللي بنتابعه من جريدة الأخبار وكمان من جريدة الأهرام. خلونا نروح لجريدة الجمهورية. جريدة الجمهورية بنتابع معاها من الصفحة الثالثة. الخبر بيقول: وزير المالية تحويل كل البطاقات الحكومية إلى كروت ميزة بنهاية يناير الحالي. إصدار 4.3 مليون بطاقة للعاملين بالدولة وإتاحة 30% من الراتب مقدما. ده كان العنوان الرئيسي لهذا الخبر. هقرأ على حضراتكم بعض التفاصيل. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه هيتم بنهاية شهر يناير الحالي الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة لبطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية واللي بتتيح ليهم خدمات السحب النقدي وكمان الإيداع والتحويل من ماكينات الاي تي ام والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية وسداد المستحقات الحكومية. ده كله بشكل إلكتروني، بيكون من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
ده طبعا خبر اقتصادي من الدرجة الأولى، يعني زي ما احنا بنشوف وبنتابع اهتمام الدولة دايما بالميكنة والعالم الرقمي وتحويل كل شيء للرقمنة علشان يكون في قاعدة بيانات محددة لكل المواطنين. دي بالتأكيد بتسهل أكتر على المواطن إنه يقضي كل الخدمات اللي بيحتاجها، كمان بتسهل على الدولة إنها تحصر عدد العاملين، تحصر عدد المستحقين لأي شيء حتى يتم وصول كل شيء لمستحقيه. طيب، من جريدة الجمهورية هنروح معاكم لعنوان آخر هنتابعه من الوفد. الوفد تناولت خبر الحقيقة من صفحتها رقم 3، بيقول تعهد بانتهاء خدمة الخارجين على الوسطية. وزير الأوقاف بيصرح كمان وبيقول الإهمال في العمل من أخطر أنواع الفساد. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه الإهمال في الواجب الوظيفي هو من أخطر أنواع الفساد، وإنه ضياع المال إهمال كضياعه إفسادا. وأشار إلى إنه الموظف اللي مش بيأدي عمله على الوجه الأكمل يعد مختلس، ولفت إلى إنه المختلس بيأخذ المال خفية بدون حق، ومن يتهرب من واجبه الوظيفي يأخذ ما لا يستحقه لأنه مقابل عمل لم يقم به، فهو والمختلس سواء. ده طبعا رأي الدين فيما يتعلق بالإهمال في العمل. احنا دايما بنتكلم عن الفساد ومحاربة الفساد، دايما لازم نبدأ بنفسنا، أي خطوة يبدأها الإنسان بنفسه علشان هو عضو فاعل في المجتمع، وبالتالي لما يكون إيجابي، لما يواجه السلبيات اللي بيعملها بالتأكيد هيأثر على المجتمع ككل. زي ما احنا بنشوف الالتزام في العمل بتحث عليه كل الأديان السماوية، وبالتأكيد ده كمان رأي وزير الأوقاف تأكيدا على إعلاء قيمة العمل في المجتمع. طيب، من الوفد خلينا نتابع خبر آخر أيضا، ولكن هرجع مرة تانية لجريدة الأهرام وهروح للصفحة رقم 3. الخبر بيقول الشكاوى الحكومية تتلقى 93 ألف شكوى ديسمبر الماضي. ده الخبر اللي بنتابعه من الأهرام. خلينا نأكد ونقول إنه الدولة والجهات الحكومية تحديدا وفيما يتعلق باستقبال شكاوى المواطنين، فالدولة بتتيح أرقام هاتفية واتصالات كتير جدا علشان تسهل على المواطنين انهم يتواصلوا في حين وصول اي شكوى من اي مواطن او اي قضايا فساد او اي شيء يعني مختلف داخل المجتمع. المواطن بيشوف ان هو شيء سلبي لازم يبلغ فورا، ولازم يكون ايجابي ومتواصل دايما مع الدولة، وفي تواصل من هذه الارقام بين المواطن وبين الدولة علشان طبعا يعني كل مواطن يحصل على حقه، ما يبقاش فيه اي شيء من الاشياء السلبية. طيب، خلونا نرجع مرة تانية لجريدة الاخبار. من الاخبار هنتابع خبر من الصفحة رقم 3. الخبر بيقول 5000 جنيه يوميا على الاسواق لمنع المحتكرين، 30 جنيه للدواجن و10 للسكر و95 للحوم و9 للأرز و25 للزيت. ده الخبر اللي بنتابعه من جريدة الأخبار. طبعا جهود حثيثة بتقوم بيها الدولة لمحاربة الغلاء ويعني توفير للمواطن كل السلع اللي بيحتاجها من السلع الضرورية والأساسية علشان ما يبقاش في جشع من التجار ولا سيطرة واستغلال للمواطنين البسطاء زي ما احنا بنشوف. طبعا فكرة الاحتكار دي فكرة سيئة جدا، وبالتالي الدولة بتحاربها بشكل كبير جدا. زي ما احنا بنشوف دي التسعيرات الموجودة، هي 30 جنيه للدواجن و10 جنيه للسكر و95 جنيه كيلو اللحمة و9 جنيه للأرز و25 للزيت. أسعار موحدة علشان المواطن يبقى عنده علم وعنده كل ما يخصه علشان يحمي نفسه من أي استغلال وجشع من التجار.
طيب لسه برضو مكملين جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة للنهاردة الجمعة 7 يناير، ومن جريدة الأخبار أيضا ومن الصفحة رقم 3 معانا خبر بيقول تطبيقات لحصر منشآت الحماية من السيول وتعديلات النيل. ده الخبر اللي بنتابعه طبعا، يعني خبر مهم جدا، واحنا في فصل الشتاء بالتأكيد الدولة بتسعى جاهدة للحماية من أي مخاطر للسيول، بتوفير مخرات للسيول وإعادة تأهيل الطرق بحيث إنها تستوعب كل كميات الأمطار اللي بتهطل في مثل هذا الوقت من العام، علشان لا يشعر المواطن بأي شيء ممكن يعوق الحركة داخل الشارع المصري. بالتأكيد جهود حثيثة من الدولة والحكومة المصرية لمواجهة مثل هذه المشكلات الدائمة. طيب خلونا نرجع مرة تانية لجريدة الجمهورية. من جريدة الجمهورية الخبر بنتابعه من الصفحة رقم 3 بيقول المحليات رفعت 47 مليون طن مخلفات عام ونصف في عام ونصف. شعراوي دور رئيسي للقطاع الخاص في منظومة النظافة. تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء واعتماد الإدارة المتكاملة بالمحافظات. ده الخبر اللي بنتابعه من جريدة الجمهورية. خلونا نرجع مرة تانية للاحتفالات الإخوة الأقباط واحتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد. زي ما تابعنا من جريدة الأخبار وكمان الأهرام، هينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير يا فندم على كل المشاهدين الكرام، واهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري العظيم بخير وسلام ومحبه دايما ان شاء الله يا رب. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك وكل الشعب المصري بالف خير. وانت كاتب صحفي، يعني قراءتك الصحفيه لهذا الخبر؟ يعني بالتاكيد ربما تعجز العناوين الصحفيه عن الوضع النشيط الرئيسي للرسائل العديده التي اطلقها فخامه الرئيس بالامس في القدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كيف كانت هذه الكلمات، كيف تنوعت، كيف كانت الرسائل؟ لو أعتقد أنها تحليلات وعناوين يمكن أن يعجز عنها القلم في الحديث عنها، لكن دعينا نتحدث عن فحوى هذه الرسائل وحرص فخامة الرئيس الدائم والمستمر على أن يكون بين أبناء شعبه في كل المناسبات، سواء كانت المناسبات الوطنية أو المناسبات الدينية أو كلها من المناسبات التي يؤكد خلالها على ضرورة استمرار وحدة الصف ووحدة العمل والتأكيد على أن الشعب المصري هو شعب واحد. ربما بالأمس القريب كان فخامة الرئيس يعني يؤكد على استمرار العمل من أجل الجمهورية الجديدة، وهو بالأمس يؤكد أيضا من خلال داخل القدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة ما هي ملامح هذه الجمهورية الجديدة وما هي الأسس التي قامت عليها الجمهورية الجديدة والتي تمثلت فأنها لكل المصريين. هذا هو تاريخ الدولة المصرية منذ عهد وفجر التاريخ. هذا هو تاريخ الدولة المصرية يعني بأنها احنا بنشوف حرص دائم الحقيقة من سيادة الرئيس على تهنئة الأقباط في أعيادهم. امبارح شفنا رسائل يمكن بعث بيها سيادة الرئيس بأنه لازم ننتبه كلنا نسيج واحد ولحمة واحدة من الشعب المصري لما يحاك ضد الدولة من محاولة لتفريق الكيان والنسيج الواحد للشعب المصري. كيف تقرأ هذه الرسائل؟ بالتأكيد هي كلها رسائل حريصة بكل الحرص على انه ازاي على المستوى الاسري. نحن الدولة كأسرة كبيرة بيقوم الاب فيها فخامة الرئيس بمثل هذه المناسبات بالزيارات والتهنئة، وايضا علينا جميعا داخل الاسرة الصغيرة في جيراننا وداخل الاسرة الواحدة ان نكون دائما وابدا بجانب بعض ونهني بعضنا ونؤكد على وحدة الصف الموجودة ما بيننا وبعض. أنا أعتقد أنه هذه يعني الرسالة القوية بأن الدولة المصرية القائمة على الجمهورية الجديدة حريصة كل الحرص على أن تكون
للمصريين جميعا دون تفرقه، ربما قائمه على العمل والعلم، ربما قائمه على القوه والغشامه. كل هذه الرسائل التي اطلقها فخامه الرئيس بالامس كانت نموذج حقيقي ويحتذى به في العلاقات الداخل المجتمع الواحد. ربما فخامه الرئيس ايضا لا يذكر في كل في الا في هذه المناسبه على وحده الصف، ويشير بيداها الى ضروره التماسك ما بين الاطراف المصريه وعدم اعطاء فرصه لمن يحاولون عرقلة تقدم الدولة المصرية. كلما تقدمت الدولة المصرية كلما حاول المحاولون وأرادوا أن يعني يقوموا تدمير الدولة المصرية. لكن أنا أعتقد أن استمرار وحدة الشعب وهذا أكيد وليس له مجال للشك، أن استمرار قوة الشعب المصري وتماسكه ووقفه إلى جانب بعضه البعض هي يعني الأداة القوية للرد على مثل هذه المحاولات وقتلها في مهدها، والعمل على تأكيد هذه القوة الموجودة هي قوة هذا الصف وقوة العمل المصري. بالتأكيد طول ما الشعب المصري عنده درجة وعي كبيرة بنشوفها وبنتابعها طبعا نسيج وطني ملتحم، نسيج واحد بين كل أفراد الشعب المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد العسوي، وأنت الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معي عبر الهاتف معلقا على أخبار احتفالات الكاتدرائية المصرية بأعياد الميلاد المجيدة. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. طيب مشاهدينا، بالخبر الخاص بالاحتفالات بننهي معاكم جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة وقراءتنا في أهم العناوين والمانشيتات. نخرج دلوقتي معاكم لمتابعة موجز لأهم وآخر الأخبار، بعده على طول نكمل معاكم فقراتنا في هذا الصباح.